السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير خاوتي، ولا مساء الخير على حسب الوقت تشوفوا في هذا الفيديو. خاوتي ان شاء الله تكونوا بخير، وان شاء الله تكونوا ملاح وصحة رمضانكم، وربي يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال ان شاء الله. خاوتي مرحبا بكم في قناتكم، قناة طوبماس للمكملات الغذائية وبيع المكملات الغذائية في الجزائر. اليوم ان شاء الله في هذه الحلقة، بعيدا عن المكملات والنصائح، حبيت يعني نقول لكم يعني اسف على التأخير، لانه راني نتأخر يعني في وضع الفيديوهات. والسبب بكل صراحة اني في الآونة الأخيرة يعني حبيت نحسن من محتوى القناة، لأنه لاحظت أنكم تستاهلوا يعني محتوى أكثر رقي وأكثر جودة، لأنه حتى والدعم يعني قليل في القناة، ولكن تستاهلوا كل خير. حبيت يعني نحسن من المحتوى، وهذا التحسين يعني لازم له معدات، أو لازم له كاميرا، لازم له أجهزة أخرى. لذلك أنا طلبت يعني مجموعة من المعدات بحول الله في أقرب وقت توصلني، وهذا هو سبب تأخير يعني أنا في انتظار المعدات من كاميرا وأشياء أخرى، ميكروفون وما إلى ذلك. راح توصلني هذه المعدات ونبدأ في محتوى أكثر رقي وأكثر يعني جودة، وراح تلاحظوا يعني محتوى القناة أصبح أكثر وضوح، لأنكم تستاهلوا كل خير خاوتي، وتستاهلوا أن المعلومة توصلكم يعني أكثر جودة، لكي يعني يكونوا صريحين يعني هذه القناة يستفاد منها الجميع، حتى أنا استفاد منها، لأن هناك تعليقات صدقوني والله يا هناك تعليقات يعني أنا استفاد منهم، وبعد ذلك يعني نفيد بهم غيري اللي ما يعرفهمش. لذلك نحن كلنا نستفاد من هذه القناة، ونتمنى أنكم دعموا هذه القناة، وبحول الله راح تلاحظوا أن القناة أصبحت في تطور في أقرب وقت إن شاء الله. ونتمنى لكم كل خير خاوتي، ونشوفكم في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.